تخالها العاب اطفال لكنها في الحقيقه بنادق فقط في لبنان تستهدف الطائرات المسيره بها، ثلاث طائرات استطلاع اسرائيليه كانت في مرمى نيران الجيش اللبناني. بيان صادر عنه اكد انه اجبرها على العوده من حيث اتت. يرد الجيش الاسرائيلي مؤكدا ان طائراته لم تصب اصلا باذى وعادت فعلا من حيث اتت بعد ان اتمت مهمتها على اكمل وجه. استهداف الجيش لهذه الطائرات يندرج ضمن مقررات المجلس الاعلى للدفاع في لبنان الذي عقد اجتماعا طارئا واكد حق البلاد في الدفاع عن نفسها هو ذات الحق الذي تحدث عنه ميشيل عون رئيس الجمهوريه وذلك بعد سقوط طائرتي استطلاع اسرائيليتين فوق الضاحيه الجنوبيه معقل ميليشيا حزب الله. فالهجوم على معقل الحزب إعلان حرب بحسب عون. أما الناطق باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي خاي أدرعي فسارع للرد بلغة لا تخلو من التهديد. إياك وجر لبنان لمستنقعات خطرة كما يريد حزب الله. يخاطب أدرعي عون مذكرا إياه بما حصل في حرب تموز عام 2006. على الحيط على إجر ونص. ميليشيا حزب الله ما زالت غارقة بالتهديد والوعيد آخر ما صدر عنها تصريحات مسؤولين فيها لوكالة رويترز تؤكد أن الرد سيكون بضربة مفاجئة ضربة لن تؤدي لحرب، متى سيكون موعدها؟ لم تحدد المصادر فهي مفاجاه، لكن المصادر ذاتها اكدت ان حسن نصر الله لن يتسرع بالرد على اعتبار انه سيكون مدروسا بعنايه حسب زعمه. على عكسه تماما، يرد رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو سريعا يخاطب حزب الله والحرس الثوري بضروره توخي الحذر في الاقوال والافعال. وعدم اطلاقها جزافا فاسرائيل تعرف جيدا كيف تدافع عن نفسها وكيف ترد ايضا على اكمل وجه